قبل كده اتكلمنا قبل كده عن اجراءات رفع الدعوه ومراعاه الاجراءات الشكليه والموضوعيه من حيث رفع الدعوه، من وقلنا الاجراءات الشكليه اهم من الاجراءات الموضوعيه، وقلنا مع مراعاه قيمه الدعوه وتقدير الدعوه واقتصاد جميع الاقتصاد بكافه انواعه، ومراعاه جميع الاجراءات الشكليه اللي بدناها بتتوقف على اشياء هامه فيها في سير الدعوة حين نظر الخصومة. واتكلمنا قبل كده على الإرشادات والمبادئ القضائية في القضاء الجنائي، والأصل في تحريك الدعوة الجنائية من النيابة العامة هو أصل واسع لا يجوز توسع تفسيره إلا في حالة الإذن والشكوى والطلب. والنهاردة جاي أكلمكم في حاجة تعتبر إشكالية كبيرة وكانت محل خلاف من حيث المبادئ القضائية مولدة بحكمة النقض، كانت مولدة من سنة 32 قضائية للسنة 45 قضائية إلى تم إرساء المبدأ القضائي سنة 47 قضائية، وهي عوارض الخصومة. عوارض الخصومة وتأثيرها لدى الطعن بالنقض. احنا عارفين يعني ايه عوارض خصومة، طبعا كلمة عارض يعني سبب لا دخل فيه في إرادة الخصومة. عارض خصومة هي خصومة بين الطرفين، يبقى عوارض الخصومة هي ما يكون سبب بيتم لا دخل فيه الخصوم، بيتم فيه إيقاف الدعوة لحين انتهاء ذلك السبب، وتكون الدعوة ما زالت منتجة لأسرارها حتى السير والنظر فيها وإزالة ذلك السبب. وعشان نتكلم في عوارض الخصومة، حضرتك يقول لي إيه هي أو أنواع عوارض الخصومة؟ ممكن حد يقول لي إيه هي وأنواع عوارض الخصومة؟ إحنا قلنا عوارض الخصومة لسه بقول لكم تعرفها، اللي هي إيقاف الدعوة لسبب لا دخل فيه لإرادة الخصوم، وبيكون الدعوة منتجة لأسرارها لحين زوال ذلك السبب. طيب الواضح من المسمى، ماشي، كل يوم في المحكمة، كل يوم الواضح من المسمى إن يدل على إيقاف تلك الدعوة لوجود ذلك السبب العارض الذي نتج خلال سير الدعوة وأثناء نظر الخصومة. طيب أنواع العارض إيه؟ عندنا أول نوع هو الوقف، هو الوقف. تاني نوع وعندنا هو الانقطاع. يبقى عندنا نوعين من عوارض الخصومة ويترتب عليه وقف الدعوة أو من حين ذلك السبب، هي الوقف والانقطاع. وعشان نتكلم في أول نوع فيها من وقف الدعوة، لازم نعرف يعني إيه أنواع الوقف، وهل الوقف ده بيكون لسبب يدن له في الخصوم أو بقرار أو بحكم بيصدر من المحكمة أو خلاف ذلك. وعشان نتكلم في أول نوع من الوقف، هنتكلم في الوقف الاتفاقي. الوقف الاتفاقي، خلي بالكم الكلام ده كله تقايل، تمام. أنا عايز أقول لكم يعني الكلام ده أنا بكلمكم في العوارض، بس الأهم فيه وهي الإشكالية تأثيره على الطعن بالنقد، ودي تختلف. احنا هتلاقوا انتم مريتوا في المحاكم، شفتوا وقف الجزائي وفق المادة 99 المرافعات، تمام، او وقف تعليقي وفق المادة 129 او 456 إجراءات جنائية 256، بس ما تلمستوش تأثيره، هل هذا يؤثر على سلق الطعن بالنقد ام لا. وعشان نتكلم ونعرف الوقف، هنتكلم في اول نوع فيه وهو الوقف الاتفاقي الذي نصت عليه الماده 128 مرافعات فقره 1، انه بيجوز وقف الدعوه بناء على اتفاق الخصوم لمده لا تزيد عن 3 أشهر، مده لا تزيد على 3 أشهر، واتفاق الخصوم على عدم السير في الدعوه، اتفاق الخصوم على مده
لا تزيد عن 3 أشهر وهي عدم السير في الدعوة من تاريخ إقرار المحكمة للتفاقم، ولكن لا يكون لهذا الوقف أثره في أي ميعاد حتمي يكون ركنك حدده لإجراء ما. طب عشان نتكلم في الوقف الاتفاقي، هل الوقف الاتفاقي بيبقى له شكل معين؟ اه له إجراءات شكلية طبعا أكيد. والوقف الاتفاقي إما يكون شفاهة أو كتابة، بمعنى أنت بتحضر قدام المحكمة بتطلب الخصوم بيتم اتفاق بيتفقوا مع بعضهم على وقف الدعوة اتفاقيا، ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة شفاهة لإما حاضرين بشخصهم أو بوكالة تبيح ذلك. وعشان أقول وكالة تبيح ذلك، الاتفاق بالذات ليس من ضمن الوكالة الممنوحة في الوكالة العامة للقضايا، إنما يتطلب فيها توكيل خاص يبيح ذلك الاتفاق. ما ينفعش توكيل عام، لازم توكيل خاص يبيح ذلك الاتفاق، عشان ده مش إقرار ولا صلح، ده اتفاق على وقف سر الدعوة، فلازم يكون توكيل خاص يبيح ذلك الاتفاق إذا كان حاضر بوكالة. ويتم إثباته شفاهة في إثبات محضر الجلسة والتوقيع عليه أمام الدائرة المختصة، ويتم صدور قرار في محضر الجلسة بوقف الدعوة بناء على اتفاق الخصوم مدة كذا، تمام، وحددت جلسة كذا لنظر الخصومة، أو كقاضي ما بحددش وبستنى لغاية ما تعجل أنت وتحدد، بس القانون حدد لك مدة لا تزيد عن 3 أشهر بحيث دون أن يكون أي ميعاد حتمي لإجراء ما حدده القانون، بس الأغلب اللي هو مدة لا تزيد عن 3 أشهر متبعة. ودي هتلمسوها أكتر في المحاكم الاقتصادية، هتلاقي خلاف بين دولة وشركة، شركتين، شركة أجنبية وشركة مصرية، أي خلافات من النواحي الاقتصادية هتلاقي دايما بيتم الاتفاق اللي هم هيحلوا الموضوع ودي أو هيعرضوه على التحكيم دولي، بحيث بيكون تسوية ذلك النزاع، وده بيبقى أكتر في المحاكم الاقتصادية وبيبقى في المسائل التجارية، ده هتلاقوه معروض أكتر في المحاكم الاقتصادية والمسائل التجارية. دون ذلك أظن أنتم مش هتشوفوه في أي من المحاكم أو في أي من الدعاوى المنظورة في المحاكم الأخرى. طيب، هل الاتفاق بيكون بشكل آخر؟ نعم بيكون بشكل آخر، وهو الاتفاق الكتابي. الاتفاق الكتابي زي ما بعمل زي محضر صلح بعمله، بس اسمه محضر اتفاق، بيوقع عليه الخصوم بشخصين أو بصفاتهم، تمام، وبيتم إثبات ذلك المحضر في محضر الجلسة، وبعد إثباته في محضر الجلسة وجعل في قوة السند التنفيذي، بيكون ذلك المحضر الاتفاقي بيتم إثباته في محضر الجلسة وتوقيع الخصوم عليه، ويتم إيقاف الدعوة اتفاقية بناء على اتفاق الخصوم. طيب القانون حدد لك 3 شهور، طب لو عدت 3 شهور بعد الجلسة ايه اللي هيحصل؟ طب ما خلصناش احنا خلال 3 شهور، لو لم ينتج ذلك الاتفاق الودي بين ذلك الخصوم على حل ما، ولم تعجل الدعوة قبل 3 شهور، اصبحت الدعوة كأن لم تكن، مش كأن لم تكن كحكم، اصبحت الدعوة غير منتجة لآثارها، يعني اصبحت الدعوه غير منتجه لاثارها كده، الدعوه خلاص حق. طب لو تم تعجيلها بعد 3 شهور الدعوه طبعا هتاخد كأن لم تكن منها، لا لم تكن في الميعاد المحدد القانون. طب عجلنا قبل الميعاد، بيتم السير في الدعوه، تكون الدعوه منتجه لاثارها، ويكون فيها تستمر ذلك الخصوم الى ان ينتهي في موضوع ذلك الدعوه، سواء تم الاتفاق على حل النزاع او لم يتم الاتفاق على ذلك النزاع، ويترك الامر مقدورا لتقدير المحكمه فيه. طب لو حصل الدعوه عدى 3 شهور وعدى 8 ايام اللي بعدهم عشان
اصبحت الدعوه كده قلنا غير منتج الاصليه، تعتبر كانك ترك ذلك الدعوه بمثابة ترك. طيب طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ طب انا بالدعوه ما عجبتهاش وما حصلتش، وقفت اللي خلاص، بس اصبحت غير منتج الاصليه، بكون برافع دعوه اخرى بذات الطلبات، واطلب ضم الدعوه التي لم تعجل في الميعاد، ضمها للدعوه الجديده. والدعوه القديمه كده كده هتقولي لا ده حد يدفع بعدم جواز، مفيش عدم جواز، هي اساسا الدعوه لم يصدر فيها حكما نهائيا، اما الدعوه اصبحت لم تعجل في الميعاد القانوني اللي حدده القانون، واصبحت كان بمثابه ترك لذلك تلك الدعوه، وغير منتجه لاثار اي من موضوعها او من حيث اجراءات الشكليه او من حيث الموضوع. ده لو في حاله الاتفاق. طب هل يسري بقى النقطه الجوهريه، هل يسري ذلك الاتفاق على الطعن بالنقد؟ هي دي النقطه اللي بنتكلم فيها والاساسي فيها. احنا نعرف يعني ايه وقف، نسمع عن ايه انقطاع، بس النقطه الجوهريه اللي بنتكلم فيها والنهارده برتكز عليها، هل يسري ذلك الوقف على الطعن بالنقد؟ الطبيعه العامه لمحكمه النقد بانها محكمه قانون، محكمه قانون، اي بتتصدى لاي خلاف قانوني ويتم اصدار فيها قرارا سواء بعدم القبول او الرفض، او في حاله القبول لتحديد جلسه نظر الموضوع والتصدي للموضوع. طيب طبيعه محكمه النقض ايه؟ عندنا فيها محكمه النقض فيها فتره اسمها قبل فتره التحضير، في فتره ما قبل التحضير، وفي فتره ما بعد التحضير. طب يعني ايه ما قبل وما في ومعناها ما بعد؟ ان يبقى الطعن بيطعن بالنقض في اي حكم، في حكم الاستئناف، ويتم تقديم التقرير بالطعن بالنقض، ويتم تبادل الخصوم بالمذكرات بين الطاعن والمطعون عليه، وينتهي الفترة المحددة للقانون، بيتم عرض الطعن بالنقد على النيابة العامة لدى محكمة النقد، ليتم إبداء الرأي فيها من حيث الترتيب، السنة القضائية أو ترتيب من حيث الدور المتبع عليه لدى المحكمة. وحين انتهاء النيابة العامة إبداء رأيها، بيتم إيداع مذكرة النيابة العامة فيه لإبداء رأيها سواء بالقبول أو بالرفض، ويتم تحديد جلسة أمام الدائرة المختصة لدى محكمة النقد، ثم تعرض على المستشار المقرر حتى يتلو بعد ذلك في الجلسة المحددة التقرير الملخص لدى الطعن. طب يعني إيه مستشار مقرر؟ مستشار مقرر ده بيبقى قاضي عضو من الدائرة المنظور أمامها الطعن أمام محكمة النقد، بيبقى قاضي بمحكمة النقد ضمن الدائرة، ضمن تشكيل الدائرة، زي الطعن معروض على الدائرة 10 طعون، بيتقسم ال 10 طعون ده مثلا على العضو الخامس، العضو السادس، العضو السابع. وقت ما يتم نظر الطعن، المستشار أو القاضي الذي معروض عليه الطعن بالنقد بيتلو، بيبقى عامل تقرير تلخيص كده لدى الطعن بالنقد المعروض عليه، وعامل تقرير وكاتب فيه رأيه النهائي، بيتلو المستشار، يسمى المستشار المقرر، تقرير تلخيص الطعن، ويبدي الرأي فيه، ويتم عرضه على الدائرة حتى تصدر الدائرة قرارها وحكمها فيه سواء بعدم القبول او الرفض او القبول. طيب يبقى احنا عندنا الطبيعه الخاصه بمحكمه النقد ان الدعوه بتكون مهيئه للفصل، فبالتالي لا مجال لحضور الخصوم، لا مجال لحضور الخصوم، لان الدعوه بتكون مهيئه وفي فتره تحضير، فتره التحضير دي انت طاعن او مطعون عليه، في تبادل مذكرات، في تبادل الردود على الدفوع المبدأ من كلتا الطرفين، ثم النيابه العامه بتنتهي،
فدي فترة التحضير وفترة ما بعد التحضير، وعند انتهاء النيابة العامة لمحكمة النقض وتحديد جلسة كده أصبحت تم انتهاء فترة التحضير، وأصبحت كده أمام معروض أمام الدائرة المختصة لمحكمة النقض، وبالتالي لا مجال لحضور الخصوم لأنها محكمة قانون وتكون الدعوة الطعن مهيئة للفصل فيه بكون المحكمة محكمة قانون. طيب دلوقتي احنا قلنا الوقف الاتفاقي، طب الوقف الاتفاقي ده بيتم اتفاق الخصوم فيه على وقف سير في الدعوة بناء على اتفاقهم المدة لا تزيد عن 3 أشهر. طيب يبقى ده يعني معناها لازم الطرفين يحضروا ويقروا بالاتفاق. طب طبيعة محكمة النقض مفيش مجال لا مجال لحضور الخصوم، انت بتبادل المذكرات بتقدم طعن بالنقض، بتقدم طعن بالنقض، وبيتم تبادل المذكرات بين طرفي التداعي سواء طعن او مطعون عليه، يبقى لا مجال لحضور الخصوم، وبالتالي يكون الوقف الاتفاقي لا تأثير له على الطعن بالنقض، يكون الوقف الاتفاقي لا تأثير له على الطعن بالنقض. يبقى اول نوع نتكلمنا فيه واستوضحناه الوقف الاتفاقي بالتالي لا تأثير له على الطعن بالنقض لكون محكمة النقض هي محكمة قانون وتكون الدعوة مهيئة للفصل، ويكون فترة التحضير معروضة أمام طرفي التداعي سواء الطعن والمطعون عليه لتبادل المذكرات، ثم ابداء النيابة العامة لمحكمة النقض رأيها وانتهاء فترة التحضير، وتكون الدعوة مهيئة للفصل لنظر الدائرة المختصة لمحكمة النقض، فلا مجال لحضور الخصوم أو لإثبات اتفاقهم فيه. طب لو تم إثبات الوقف في الطعن بالنقض، تم إثبات الوقف الاتفاقي في الطعن بالنقض، هل له تأثير على الطعن بالنقض؟ حد يرد عليا؟ ها؟ ليس له تأثير لكون قانون حدد والمشرع حدد في شرح المادة 128 بأن يلتزم فيها حضور الخصوم، حضور الخصوم لازم يحضروا أمام المحكمة لإثبات ذلك الاتفاق، أما إثباته في الطعن بالنقد لا تأثير له على الطعن بالنقد، وبالتالي يكون ذلك الطلب غير مقبول ولا مجال له أمام الطعن بالنقد. يبقى الوقف الاتفاقي لا تأثير له سواء في التأثير والطعن بالنقد، سواء كان يثبت في تقرير الطعن بالنقد أو لم يثبت. طيب تاني نوع هنتكلم فيه ده الوقف الاتفاقي، الوقف القانوني. الوقف القانوني ومن مسماه يوحي إنه قانوني، أي بحكم القانون، بحكم القانون دون تدخل أي من الخصوم. يبقى الوقف القانوني هو يوحي من مسماه إنه وقف بحكم القانون دون تدخل أي من الخصوم، وهنلاقي دي الوقف القانوني هي محددة بحكم القانون باعتباره أنه وقف قانوني، وليها حالتين، الحالة اللي حددها القانون في نظر المادة 162 من قانون المرافعات يتطرطرب على تقديم طلب الرد وقف الدعوة الأصلية إلى أن يحكم فيها، ومع ذلك يجوز رئيس المحكمة أن يطلب من القاضي بدلا من طلب الرد، المادة 162 من قانون المرافعات، وهي حددت امتى يكون الوقف بحكم القانون. في حالة لو انت حضرت قدام القاضي وطلبت رده وتم اتخاذ اجراءات الرد اصبح الدعوة موقوفة بحكم القانون، ولا فيها اتفاق ولا فيها قرار من محكمة او حكم، يبقى الرد هنا عندنا ده عند اتخاذ اجراءات الرد
احدى من اعضاء الدائره او الدائره بيتم وقف الدعوه بحكم القانون. والفقره الاخيره بالماده 62 حددت ويجوز نتب قاضي بدلا منه. يعني ايه يجوز نتب قاضي بدلا منه؟ يعني بمعنى تم اتخاذ اجراءات الرد امام الدائره المختصه او احدى من الدائره ويتم عرض الدعوه او الطعن على رئيس المحكمه ويتم احالتها لدائره اخرى، هي دي الحاله يتم قاضي بدلا منه. دي في الحاله. والمتبع اللي هو بيتم الوقف بحكم القانون لحين انتهاء طلب الرد، لحين انتهاء طلب الرد. طب هل له تأثير على الطعن بالنقد؟ نعم، أي لا، نعم له تأثير على الطعن بالنقد، لأنه يغل يد القاضي، يغل يد القاضي بحكم القانون. فبالتالي إذا تم اتخاذ سمة إجراءات رد ضد إحدى أعضاء الدائرة أو الدائرة بيكون وقف قانوني لتلك الطعن. الوقف القانوني نعم له تأثير على الطعن بالنقد. طيب النوع الثاني ايه؟ ها؟ الحالة الثانية حد يعرفها؟ انا بقول الوقف القانوني. الوقف الجزائي ده المادة 99 ده وقف ايه؟ ده وقف قضائي، تمام، بيصدر بحكم من المحكمة. طيب ما حد يقول الحالة الثانية من الوقف القانوني؟ هنلاقي الحالة الثانية هي تنازع الاختصاص. تنازع الاختصاص يعني ايه تنازع الاختصاص؟ يعني الدعوة نظرت أمام محكمة الاستئناف فقضت فيه بعدم اختصاصها نوعيا وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية، ثم نظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية، ثم صدر القرار بعدم اختصاصها نوعية وأحالتها إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى. ده بيبقى اسمه إيه؟ تنازع اختصاص. الدعوة كده كده أصبحت موقوفة بقوة القانون. المحكمة دي بتقول لك مش اختصاصي والمحكمة دي بتقول لك مش اختصاصي. يبقى الدعوة كده أساسا مش هتتنظر ولا دي ولا دي. طب مين 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 ذلك يعالج ذلك التنازع؟ هي محكمة النقد بتنازع ذلك الاختصاص في الطعن بالنقد المنظور أمامها. طيب لو طعن بالنقد على ذلك الحكم فبالتالي أصبح يوجد تنازع الاختصاص، وتنازع الاختصاص ده بيوقف الطعن، بيوقف الطعن وله تأثير عليه. يبقى عندنا الوقف الاتفاقي اللي اتكلمنا عليه ليس له تأثير على الطعن بالنقد لكونه نص المادة 128 فقرة 1 من قانون المرافعات إلى حد بناء اتفاق الخصوم، وأن طبيعة محكمة النقد هي محكمة القانون، بتكون الطعن بالنقد مهيئا للفصل فيها دون حضور أي من الأطراف، وبالتالي لا مجال لتأثير على ذلك الوقف الاتفاقي. أما الوقف القانوني هو وقف بحكم القانون وحدده وفق المادة 162 من قانون المرافعات في حالة طلب الرد أو في حالة تنازع الاختصاص. يبقى دي الحالتين الوحيدين في الوقف القانوني، وده له تأثير على الطعن بالنقد. طيب الوقف اللي الأستاذة بتقول وقف جزائي، طب الوقف الجزائي ده وقف ايه؟ قضائي. وده النوع الثالث من أنواع الوقف، الوقف القضائي، ومن مسماه يوحي انه وقف بحكم قضائي، بحكم قضائي. طيب هل الحكم القضائي ده يخضع تقدير المحكمة وتقضي فيه من تلقاء نفسها، وهو بالتالي يكون حكم منشئ وليس مقرر، حكم منشئ وليس مقرر، ويختلف كثيرا عن الحكم المنشئ عن الحكم المقرر. الحكم المنشئ بينشئ لسبب نتيجة السبب، أما الحكم المقرر نتيجة طبيعة تلك الدعوة أو نهائية تلك الدعوة. فبالتالي يكون الوقف القضائي هو بحكم قضائي من المحكمة تقدره، مثل زي الأستاذة قالت المادة 99 مرافعات هي الوقف الجزائي لمدة شهر
بدلا من الغرامة نتيجة لعدم تنفيذ ما طلبته المحكمة من الخصوم. وده هو نوع من الوقف القضائي. طيب احنا قلنا طبيعة محكمة النقض انها دعوة محكمة قانون، وتكون الدعوة طعن بالنقض مهيئة للفصل فيه. فهل الوقف القضائي له تأثير على الطعن بالنقض؟ هل الوقف القضائي له تأثير على الطعن بالنقض؟ هنلاقي ان الوقف القضائي يختلف اختلاف تاما على الطبيعة الخاصة لمحكمة النقض، من حيث انها محكمة قانون، وان الطعن بالنقض يكون مهيئا من الفصل فيه بعد انتهاء فترة التحضير وتلاوة المستشار المقرر، فبالتالي لا مجال لحضور الخصوم او لعدم تنفيذ طلب المحكمة فيه، او تدخل فيه سبب او مسألة اولية يتوقف عليها فيه للوقف او وقف قضائي، فبالتالي يكون الوقف القضائي لا تأثير له على الطعن بالنقض. يبقى الوقف القضائي لا يكون تأثير له على ايه؟ طعن بالنقض. يبقى عندنا قلنا في الوقف الاتفاقي نص وفق النص المادة 128 فقرة 1 من قانون المرافعات لبناء اتفاق الخصوم لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، تمام، وليس وبالتالي ليس له تأثير على طعن بالنقض لأنها محكمة القانون والدعوة مهيئة للفصل، فلا مجال لحضور الخصوم. وقلنا الوقف القانوني اللي بيكون بحكم القانون، وبيكون فيه في الحالتين يحددها القانون المادة 162 مرافعات، اللي هي في حالة الرد أو حالة التنازع الاختصاص. أما الوقف القضائي ليس له تأثير على الطعن بالنقض لكونه يختلف اختلافا تاما على طبيعة الخاصة لمحكمة النقض. طيب هي محكمة النقض يعني كده ملهاش توقف، ما القانون حدد لها جزاء، تمام، لأي سبب اللي هو أدي عدم قبول أو أدي رفض، ما ده الجزاء بتاع محكمة النقض. زي الجزاء من مادة 99 عند نظر الدعوة قدام المحكمة أول درجة أو تاني درجة حددت فيها الوقف الجزائي بدلا من الغرامة. أما محكمة النقض القانون حدد لها توقيع الجزاء وهو عدم القبول أو الرفض. طيب يبقى قلنا دلوقتي الوقف الاتفاقي، الوقف القانوني، الوقف القضائي، والوقف الوحيد اللي له تأثير على طعن بالنقض هو الوقف القانوني. طيب عندنا نوع من الوقف آخر اللي بتوقف على مسألة أولية متعلقة بالدعوة، زي ما حددته المادة 129 من قانون المرافعات، في غير الأحوال التي نص عليها القانون على وقف الدعوة وجوبيا أو جوازيا يكون المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى تتعلق وتتوقف عليها الحكم. وهذه المسألة بتكون مسألة أولية. يعني إيه مسألة أولية؟ دعوة تعويض بين المدعي والمدعي عليه نتيجة لما تعرض إليه المدعي من جراء جنحة الضرب التي أقامها ضد المدعي عليه نتيجة تعدي المدعي عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بتلك الجنحة، فصدر حكم في تلك الجنحة، فأصبح المجني عليه أو المدعي في دعوى التعويض مصاب بأضرار مادية نتيجة تلك الإصابات وأضرار معنوية لما أصابه من ألم وحزن وحسرة من جراء تلك الإصابات. طب دي في التعويض هنا متوقف على الجنحة اللي اتعملت من المدعي ضد المدعي عليه المتهم، فبالتالي في مسألة متعلقة بيها، دي بنسميها في القانون مسألة أولية، يعني مسألة
بداية حصلت قبل كده أولية قبل ما تيجي تتكلم في الموضوع اللي انت بتنظر فيه دلوقتي. فبالتالي لازم يكون تلك المسألة تم الانتهاء فيها وصدر فيها حكما باتا مش نهائي باتا. وفي كلمة فرق بين النهائي والبات وعشان كده ما تيجي تحضر قدام المحكمة بيقول لك بيصرح لك بشهادة نهائية بحكما باتا بيتوتا. اسلك كده دكتور شامين باتا بيتوتا يعني ايه؟ حكم اصبح باتا نهائيا لا مجال له. ما في حكم استئناف بيفهمه وبيكون لسه محل طعن. لا حكم باتا ماشي لا مجال للطعن عليه. فبالتالي يكون الموافقة المادة 129 وتوقف تلك المسألة على مسألة أولية بيتم وقف الدعوة تعليقيا حين الفصل في تلك المسألة. طبعا لو هنتكلم في أي جنحة وصدر فيها حكم غيابي ورفعت دعوة التعويض هل الحكم الغيابي كده أصبح باتا ونهائيا؟ لا. طيب لو عمل معارضة وتأيد أصبح نهائي؟ طيب استأنف وصدر حكم غيابي أصبح نهائي؟ طب حضر واستأنف وصدر حكم فيه حضوري من جرح مستأنف أصبح نهائي؟ لا لسه 6 يوم تعرض بالنار. تمام؟ طيب ما احنا عارفين التعديل الاخير تمام اصبح الجنح فيها طعوم بالنقد اصبح الجنح فيها طعوم يجوز الطعن عليها بالنقد في التعديل الاخير المدة يعني في فرق بين كلمه النهائي والبات. البات لا يجوز الطعن عليه باي صور من اول صور الطعن. النهائي يعني ما حكم مستأنف نهائي بس ده مش حكم بات. باطل لا يجوز الطعن بأي حالة من حالات الطعن. فبالتالي بيكون تلك المسألة يجب أن يكون يصدر فيها حكم باتا فيه. طيب لو صدر في الجنحة غيابي والمتهم فيها ما عملش فيها معارضة ولا حاجة طب اعمل لنا ايه في الحاله دي؟ لازم اعلن المتهم واسلمه في دار التنفيذ عشان يبقى بعد الاعلان لاتخاذ اجراءات التنفيذ فيه. طب ما تنفذش عليه والقانون حدد مده لانقضاء العقوبه وسقوط العقوبه. تمام يبقى انا في الحاله دي هستنى فتره الانقضاء حتى يصبح الحكم باتا خلاص كده لا يجوز الطعن عليه ثم تمام عجل الدعوة من الوقف. بس لازم اكون رفعت الدعوة المدنية خلال كام؟ 3 سنين. خلال 3 سنين مش العكس صحيح. مش انا استنى الجنحة ما تنتهي وبعد كده ارفع دعوة التعويض. لا انا ارفع دعوة التعويض واوقفها تعليق لحين يكون الحكم في الجنحة يصدر باتا سواء تم استمرار في جميع أوجه الطعون فيه عليها أو تم انقضاء العقوبة أو سقوطها. طيب لو تم إعلان المتهم بالجنحة وعمل معارضة وبرضه ما عملش استئناف وسابها تمام 5 سنين. طيب طب لو في وقف تعليق اخر بشكل اخر لو محكمة القاهرة الجديدة بتنظر دعوة طرد عن ارض من مدعي مرفوض المدعي عليه والمدعي عليه
رافع دعوة تثبيت ملكية في محكمة حلوان على ذات الأرض. يبقى أنا في الحالة دي محكمة القرية الجديدة أطلع حكم أنا ما منفعش ينظر موضوع الدعوة موضوع دعوة الطرد لحين الانتهاء من الملكية، فبالتالي هوقف تعليقي محكمة القرية الجديدة توقف جديد لحين الانتهاء من الدعوة المنظورة أمام محكمة إيه؟ حلوان. ده الشكل من حيث لو كانت متعلقة بجنحة أو مسألة مدنية. برضو لو في الأسرة نفس القصة، لو نفقة وفي تحقيق في حيف نيابة الأسرة على الدخل وفي خلاف على الدخل، هوقف لحين انتهاء من تحقيقات النيابة دي. أي مسألة متعلقة في النزاع على مسألة أولية أخرى يجب وقف الدعوة تعليق وفق النص للمادة 129 من المرافعات. طيب هل الوقف التعليق ده بتوقف عليه فيها الحكم في الدعوة؟ وهل له تأثير على الطعن بالنقد؟ وده مثال هنقوله لو الطعن بالدستورية على نص قانون المادة المطبقة في الطعن بالنقد. في طعن بالنقد بيتكلم على بين طرفين خلاف على عقد، وفي طعن وفي دفع بعدم الدستورية عشان في دعوة بعدم دستورية نص المادة 147 من قانون المدني لاتفاق الخصوم في حيث العقد شريعة المتعاقدين. هل دي الطعن بالدستورية على تلك المادة له تأثير على الطعن بالنقد؟ حد يقول لي ها له تأثير؟ هي أولا ما هي محكمة النقد هي محكمة ايه؟ قانون، وبالتالي لها أن تتصدى إلى مسألة متعلقة بالقانون أو خلاف يتعلق بالقانون، فبالتالي لا مجال لتأثير ذلك الدفع أو الطعن بالدستورية لأنها محكمة قانون. زي ما محكمة الدستورية محكمة قانون، دي المحكمة النقد المحكمة العليا محكمة قانون، فلها أن تتصدى لذلك الخلاف القانوني أو أن تحيل الدعوة إلى المحكمة الدستورية. في الحالة ده بعدم الدستورية نص المادة المطبقة في الطعن بالنقد لها أن تتصدى لذلك الخلاف القانوني أو تحيله إلى المحكمة الدستورية، والمتبع إنها بتتصدى إليه. عشان لو أنا كل واحد كده دفع لي بعدم دستورية نص مادة يبقى كده ما في الحقوق الناس كده هتقف، يبقى كده نقول العوض على الله فيه. فبالتالي حفاظا على حقوق الخصوم بيتم التصدي لتلك المسألة ولها أن تحيل، يعني لها الحرية أن تتصدى أو تحيل المحكمة الدستورية. وعشان كده بنلاقي أغلب الدعاوى من أول درجة أو تاني درجة نلاقي دايما تلاقي خصم بيتلاعب بيدفع مثلا، وتلاقي دي منظورة دي موضوع أو متكرر في دعاوى الخلع بالذات بتبقى مرفوعة ضد الزوج، وتلاقي الوكيله بيدفع بعدم دستورية نص مادة الخلع على أساس في دعوة بعدم الدستورية، ودي دايما عشان بحيث يتم إيقاف الدعوة وإزهاق المدعية فيه، وده دايما الدفع المتردد أمام محاكم الأسرة فيه المنتشر قوي. فبالتالي لا مجال لتأثير ذلك الدفع. كثير متوقع لا لا ده أنا كده هوقف الدعوة بالسنين. تمام، ذلك الدفع لا محل به أمام المحكمة المنظورة إليها سواء محكمة أول درجة أو تاني درجة، فبالتالي يكون الدفع غير مقبول. طالما المادة ما زالت مطبقة محل مطبقة محل النزاع مطبقة وسارية فلا مجال لدفع ذلك الدفع. فبالتالي
وحفاظا على حقوق الخصوم فلا مجال تأثير ذلك الدفع عليه. أما في محكمة تأثيره على الطعن بالنقد، محكمة النقد لها أن تتصدى إليه كان باعتبارها محكمة قانون أو تحيله إلى المحكمة الدستورية. وهنلاقي كتير في دعاوى مدنية ودعاوى أسرة تلاقي دي الدفع دائما بعدم دستورية نص المادة، أي حاجة دفع عدم دستورية نص المادة، وفي دعوة مرفوعة للمحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة. وكده فاكر أنا كده هوقف الدعوة وهفضل سنين بقى مركون. ذلك الدفع لا محل له إبداءه في أي من المحاكم المنظورة في أمام أي دعاوي ولا تأثير له. أما محكمة النقد بيكون محكمة قانون وبتتصدى لذلك الحكم باعتبار أنها محكمة قانون والمحكمة العليا وبترسي المبادئ القضائية بمثابة تكون بمثابة وتحوز قوة القانون. طب هل يتصور أعمال محكمة النقد قواعد الوقف القضائي حالة تصدي؟ خلي بالكم السؤال ده واكتبوه ورايا. هل يتصور إعمال محكمة النقد قواعد الوقف القضائي حالة تصدي للفصل في الطعن بالنقد؟ إذا كان موضوع صالحا للفصل في الطعن بالنقد للمرة الأولى كتبته؟ هل يتصور إعمال محكمة النقد قواعد الوقف القضائي حالة تصدي للنقد للفصل في الطعن بالنقد إذا كان موضوع صالحا للفصل في الطعن بالنقد للمرة الأولى؟ احنا قلنا الوقف القضائي ايه؟ ها؟ اللي هو بحكم قضائي. تمام. هل حالة المحكمة بقى بتتصدى للحكم؟ هي محكمة النقد عارفينها هي محكمة قانون ومكتوب محكمة موضوع. تمام؟ إذا حالة لها قبول ذلك الطعن وبتتصدى له وبتنقض لأنها أصبحت محكمة موضوع. طيب هل مجال بقى أنا أوقف قضائيا حالة المحكمة تتصدى للموضوع؟ قانون. ها في قانون؟ قانون. ها؟ لا. ماشي مفيش لا تأثير له، احنا قلنا قايلين من الأول. احنا قلنا الوقف القضائي بكلتا أحواله لا تأثير له ولا مجال تتصور تأثير ذلك الوقف، وده اللي نصت عليه المادة كام؟ 269 فقرة 4. قلت لهم ماشي. وقلنا النص المادة بتصدر بتقول ايه؟ ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقد الحكم فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه تمام؟ أو كانت على المرة الثانية رأت معه نقد الحكم فيه وجب عليها كان السبب أن تحكم في الموضوع، فبالتالي لا مجال لتطبيق أو تصور الوقف القضائي حال تصدي المحكمة، صح؟ ده المفروض احنا قلناه، احنا قلنا الوقف القانوني الوحيد قانون لسه. فبالتالي لا تأثير تفيز. ايه الدماغ ده؟ محكمة النقد احنا قلنا محكمة القانون دعوة مهيئة فمفيش خصوم بيحضروا بيطلب قرار فيها بعدم قبول الطعن أو رفضه، أو في حالة القبول بيتم تحديد جلسة لنظر الموضوع وبتتصدى له كمحكمة موضوع. تمام؟ فبتتصدى له لإما بتلغي لإما بتنقض وتلغي لإما بتنقض وبتترسي مبدأ. تمام؟ وبتتصدى للموضوع، فبالتالي لا مجال لأي من العوارض الخصومة تأثيرها على حين النظر الطعن بالنقد إلا إذا لو أنت رديت القاضي أو في تنازع اختصاص، صح؟ طيب محكمة النقد تملك قبول والرد ماشي. يبقى قلنا هنا يبقى المحكمة إنها تتصدى لمحكمة موضوع إنها بالتالي لا يجوز تطبيق أي من أنواع الوقف غير الوقف القانوني، فلا مجال للوقف اللي يتصور فيه بجميع أنواع. طيب 269 فقرة 4 احنا قلنا الجزء الأول فيها الفقرة الأولى منها قالت
وكان الموضوع مع ذلك الحكم كان حمد الحكم وكان الموضوع صالح الفصل فيه او كان الطعن للمره الثانيه. طيب اذا كان الطعن للمره الثانيه هل يجوز في الوقف القضائي؟ الاح حزن حال نظر محكمه النقض كمحكمه موضوع وتصدي للموضوع الطعن وفق الماده 269 مرافعات انها بيتوقف اذا توقف الطعن بالنقض على مساله اوليه متعلقه بالطعن بالنقض لها ان ده في حاله المره الثانيه بس. احنا المره الاولى مفيش مجال غير قوه القانون بس. طب لو مره ثانيه يجوز لها ان توقف تعليقيا اذا يتوقف في مساله اخرى متعلقه بموضوع الطعن. اذا كان متعلقه بمساله اخرى متعلقه بموضوع ايه؟ الطعن. مثلا اتحكم بالاعدام على المتهم والطعن بالنقض، والطعن بالنقض نقض ورجحها لدائرة أخرى لنظر الموضوع ونظرت الموضوع وادت إعدام برضه، فتم الطعن المرة إيه؟ تانية. في حالة المحكمة دي بتتصدى للطعن المرة إيه؟ تانية. وتم إبداء دفع إن في تحقيقات في النيابة بتقول ان المجني عليه كان بيتعاطى اشياء معينه تمام، وحد من الورثه اتهم حد تمام او طلب استخراج الجثه عشان في حاجه مشكوكه في حد من الورثه حصل كذا. احنا كده بنتكلم في ايه؟ في مسألة متعلقة بقضية الأكل اللي اتهم فيها واتحكم عليه بالإعدام، والورثة في حد من الورثة دلوقتي في استخراج جثة بالنيابة وتم اتخذت الإجراءات تمام؟ تم ندب الطب الشرعي وفي إيه متعلقة إن في حد من الورثة يكون هو اللي إداله تمام؟ عشان هو الوريث بيه عشان يتعلق بمسألة وراثة. لا ده كده في حاجة، ده أنا أقف كده لغاية ما تنتهي النيابة العامة من إيه؟ التحقيق، او يثبت في دعوى اخرى متعلقه ان اللي فيه المتهم ده كان موجود في الشغل وفي قضيه اختلاس منظوره قدام محكمه جنائيه اخرى ان بتتداول ان المتهم ده في الوقت ده كان بيختلس وكان 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 وفي تقرير من اللجنه او من اخرى كافه اخرى ان ده كان في الوقت ده كان بيختلس وحصل وحصل وحصل. يبقى كده في مساله متعلقه بين حيث الموضوع طعن بالنقد، ده المتهم كان في حته تانية وكان، يبقى انا في الحاله دي اوقف لغايه ما اشوف هيحصل ايه، كان ده صح ولا لا تمام. طيب اللي اشوف تمام هل فعلا المجني عليه كان بيتعاطى حاجات قبل كده وتثبت كده وفي تحقيق متداول بشأنه، لا اوقف ده كده متعلق كده بإزهاق روح تمام انسان، فبالتالي لازم اوقف تمام لحين انتهت تلك المسألة. فبالتالي يكون اعمال الوقف في حالة الطعن للمرة الثانية دي الحالة الوحيدة اللي ممكن يجوز فيها وقف الدعوة تعليقيا لحين انتهاء تلك المسألة. مع ان الاصل في طبيعة الخاصة محكمة النقض كمحكمة قانون محكمة موضوع، عندنا محكمة النقض بتتصدى للطعن بالنقض كمحكمة ايه؟ قانون، ما تكون الدعوة مهيئة للفصل وتصدر فيها حكمها فيها بقرار او حكم، او بتستحيل تصديها للطعن بالنقد لو المرة الأولى لا مجال لأعمال الوقف فيه إلا
الوقف القانوني، اما اذا تم نقده المره الثانيه دي مساله ممكن يتعلق بمساله متعلقه بموضوع الطعن، يجوز وقف الدعوه تعليقيا فيه، وده اذا في حاله الطعن بالنقد المره ايه الثانيه. يبقى نفرق بين الطعن بالنقد المره الاولى عن المره الثانيه، وهنلاقي التعديلات اللي حصلت كل المرافعات، تعديل 76 سنه 2007 و11 سنه 2017 اللي يحدد المحكمه اللي بتحكم في الموضوع، وبتكون اذا حاله الدعوه صالحه للفصل فيه، وبتقوم المحكمه بالتصدي وامكان الدفع فيه بوقف تعليق امام محكمه النقد حاله الطعن للمره الثانيه. طيب احنا كده اتكلمنا في الوقف، اتكلمنا في الوقف وقلنا انواع الوقف، وقف اتفاقي ووقف قانوني ووقف قضائي، وقلنا الوحيد اللي له تاثير على الطعن بالنقد هو الوقف الايه قانوني، وقلنا لو استتم الدفع بعدم الدستوريه هل الدفع له تاثير على الطعن بالنقد؟ لا تاثير، واعتبرنا انها محكمه القانون وانها تتصدى لذلك الطعن او تحيله الى المحكمه الدستوريه. وقلنا في حاله النقد المره الاولى وتصدي كمحكمه، بقى احنا ده انتهينا كمحكمه قانون. طب لو محكمه موضوع المره الاولى فلا لا مجال لاعمال قواعد الوقف. اما اذا تم النقد المره الثانيه يجوز وقف امكان الدفع بالوقف التعليقي اذا كان متعلقا بمساله اخرى اوليه متعلقه بموضوع الطعن. ده الوقف اول نوع من انواع عوارض الخصومه، اول نوع من عوارض ايه الخصومه، عارض، كلمه عارض طلب عارض، يعني طلب لا دخل فيه اراده فيه الخصومه. طيب النوع الثاني اللي هو الانقطاع، وفق النص الماده 135 لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالة الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى، أو من قام مقامه، من فقد الأهلية للخصومة، أو من قام من زيارة صفته بوجود الدعوة بينه وبين خصمه الأصلي. يبقى الانقطاع هنلاقي فيها نص المادة 135 مرافعات بتقول لك إما تنقطع الخصومة إما بوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته، تمام، او زالت صفه من قام من احد الخصوم، صفه احد الخصوم الدعوه. يعني بمعنى هنلاقي الدعوه مرفوعه من المدعي ضد المدعي عليه او المدعي عليهم، وتم وفاه المدعي او وفاه المدعي، بيتم ذلك انقطاع الخصوم الحين اختصام ورثة، تمام، صاحب الصفة الحقيقي، أو إذا زالت صفته، إذا كان لو قلنا مثلا الدعوة مرفوعة ضد فلان الفلاني بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأدوية، والراجل طلع معاش خلاص، فبالتالي بيتم انقطاع الخصومة حين تصحيح واختصام صاحب الصفة الحقيقي. طيب لو فقد أهلية، لو إن المدعي دخل السجن أو صدر قرار بحجره، تمام، أو فقد أهليته، في الحالة دي يتم انقطاع الخصومة حين اختصام صاحب الصفة أو من يقوم الوصي عليه أو. طيب ده حالة الانقطاع، وفي بعض التجامع المحاكم كانت بتدي انقطاع حكم بانقطاع الخصومة لحين اختصام صاحب الصفة الحقيقي، أو أصبح المتداول إنه بيأجل لحين اختصام صاحب الصفة الحقيقي، سواء في حالة الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة.
يبقى هنلاقي الانقطاع هنا ده سبب الخصوم ملوش دخل فيه. توفى، فقد صفته، فقد اهليته، مفيش دخل. بس ده بيبقى عارض من عرض الخصومه، بتوقف الدعوه فيه وتنقطع لحين زوال ذلك السبب، بس الدعوه بتفضل زي ما هي منتجه لاثارها. ويحفظ الدعوه منتجه لاثارها. طب انت ما عرفتش تختصم صاحب الصفه. جيت تسال، جيت تدور على مين رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للادويه، تمام، لسه ما صدرش قرار بمين، لسه القرار اللي بتعينه، اختصمت القائم مقامه، تمام، فلسه فبالتالي في الحاله دي الخصومه كده منقطعه لحين اختصام صاحب الصفه الحقيقي، لين ما يصدر من يحل محله ليكون صاحب الصفه الحقيقي. في الحاله دي بتنقطع الدعوه بقوه القانون، تمام، لحين اختصام صاحب الصفه الحقيقي او لحين تصحيح شكل الدعوه فيه. وفي الموضوع ده طلعت مبادئ قضائيه كتير، كان في اختلاف اراء فيها كتير، عشان كده بقول لكم المحاكم كان في اتجاه الاول كان انقطاع، ناجل ولا نصحح ولا نعمل انقطاع ولا فده الانقطاع ده كان له تاثير على طالب النقد، له تاثير على طالب النقد، ما اذا فقد الصفه او زوال الاهليه او الوفاه اصبح كده بكده مفيش خصومه، في انقطاع خصومه، كده مفيش خصومه، الخصم نفسه توفى او فقد اهليته او زارت سفارته، فبالتالي يكون الانقطاع له تاثير على الطعن هنا بالنقد. ماشي، وده بيتم في اجراءات من رفع الطعن بالنقد من حيث شكل الطعن بالنقد. احنا قلنا قبل كده عندنا الطعن بالنقد في فتره قبل التحضير، فتره بعد التحضير اللي انت بتقدم الطعن بالنقد، وبيتم تبادل المذكرات، وبيتم بعد كده وعرضها لا تنتهي الفتره المحدده لتبادل الخصوم المذكرات بين بعضهم، ثم عرضها على النيابه العامه لمحكمه النقد لابداء رايها فيه. وده بيبدي فيها نيابه النقد رايها فيه لو حصل فيه اي نوع من نوع الانقطاع فيه. وكان رايي بتقول طب خلاص نوقف الطعن بالنقد لحين تعمل تصح، تعمل طعن بالنقد من اول وجديد، تمام، تصحح بيه الطعن بالنقد الاولاني. ده كان رأيي تاني يقول لك لا، مش شرط أقدم تاني القلم والكتاب، لا، ننظر الطعن، تمام، واعمال القواعد الطعن بالنقد، تمام، وانظر واطلب منك تصحح، تمام، بتكميلي اذا رأت محكمة النقد حضور اي من الخصوم، يبقى تطلب حضور الخصوم وتطلب منه تصحيح. فكان محكمة النقد المبادئ فيها كانت مختلفة من حيث النقطة دي، وحتى المبادئ كانت مختلفة أمام المحاكم أول درجة وتاني درجة. لو هتلاقوا قبل كده كانت في محاكم كانت زمان بتطلع انقطاع كتير، تلاقي حكم طالع انقطاع انقطاع انقطاع. دلوقتي تلاقي محاكم بتأجل للتصحيح على طول. فالآراء كانت فيها مختلفة. وكان في إشكالية محددة، عشان كده قلت لكم المبادئ القضائية لمحكمة النقد كانت من لغاية السنة 43 قضائية ظهر زالها الخلاف، إلى السنة 45 تم توحيد ذلك المبدأ فيه، فبالتالي أصبح انقطاع الخصومة شيء أساسي في سير الدعوة يتطلب تصحيحه فيه. ماشي، وبالتالي لا تأثير له على قلم على الطعن بالنقد، ولا تأثير لتقدم مرة أخرى لقلم الكتاب على الطعن بالنقد. وأشكركم جدا على هذا المحاضرة.